رياضة الآن، وفي كرة القدم تستكمل اليوم مباريات الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى بإجراء 4 مقابلات، حيث يواجه نجم مقرى اتحاد بسكرة، ويستقبل اتحاد بالعباس وفاق سطيف، وينزل اتحاد الجزائر ضيفا على وداد تلمسان، وأخيرا يستضيف شباب قسنطينة جمعية تشلف. هذا وقد أسفرت المواجهات التي جرت أمس الجمعة على نتائج التالية: شبيبة سكيكدا هدف، أهلي برج بوعريريج 0، سريع غيليزان 0، شبيبة الثورة 0، أولمبي المدية هدف، مولودية وهران هدف، نصر حسين داي هدف، جمعية عين مليلة هدف، شبيبة القبائل 0، شباب بلوزداد 3 أهداف. وأخيرا انتهت المواجهة التي جمعت بين نادي بارادو ومولودية الجزائر بالتعادل هدف مقابل هدف.